السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل محافظة دمياط صفحة 258 و259 الصف الرابع الابتدائي من كتاب الأضواء. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. قيمة الرقم 3 في العدد 538641. عايز قيمة الرقم. عندي هنا التلاتة في خانة ايه؟ ادي احاد، عشرات، مئات، الاف، عشرات الالوف. تلاتة في خانة عشرات الالوف. كلمة عشرات يعني صفر، والوف يعني تلات اصفار، يبقى قيمته ب30,000. السؤال اللي بعده، تلات امثال العدد بيساوي تلاتة. ادي تلات امثال يعني في العدد اسمه سبعة، يساوي ادي يساوي التلاتة في سبعة ب21، يبقى عندي الاختيار 21، وهنا اختيار 30,000. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم تلاتة. العدد 200 زائد 7000 زائد 40,000 مكتوب بالصيغة. عندي هنا صيغة قياسية ولا ممتدة ولا لفظية ولا تحليلية؟ طبعا عندي هنا صيغة ممتدة، طالما عندي جمع التحليلية بيبقى موجود عندي ضرب. الصيغة القياسية بتبقى العدد مع بعضه، الصيغة اللفظية بتبقى مكتوبة بالعربي، يبقى عندي هنا الصيغة الممتدة. السؤال رقم أربعة، 17 في 1 بيساوي 17. ده بيتكلم عن خاصية العنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد، اللي هو ما بيأثرش في عملية الضرب. العنصر المحايد الضربي. شوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم خمسة. يقضي أحمد 6 ساعات في المدرسة، فإذا أردنا حساب اليوم الدراسي لأحمد بالدقائق. 6 ساعات، عايز أحول من ساعة لدقيقة بضرب في 60، عايز أحول من ساعة لدقيقة بضرب في 60. هاخد الستة أضربها في 60، نضرب مش نجمع. سؤال رقم ستة، العدد 4 هو أحد عوامل العدد. 4 ده عوامل العدد مين؟ تعال نفك الأعداد اللي عندنا ونشوف الأربعة عوامل العدد مين. 10 ده 2 في 5، يبقى الاتنين عوامل العدد والخمسة. 12 ديت 2 في 6، والتلاتة في 4 ب12. عندي الاتنين عامل والست عامل والتلاتة عامل والأربعة عامل، يبقى عندي 12. تعال نشوف 15، 15 3 في 5، تلاتة عامل وخمسة عامل. 19 ده عدد أولي، 1 في 19 فقط، يعني 19 ده عدد أولي. شوف السؤال رقم 7، في النموذج المقابل قيمة البي. عايز هنا قيمة البي. طب هو جاب دي منين؟ ضرب الأربعة في 6 ب24 ونزل الصفرين. باخد بنموذج المستطيل، أخد الأربعة في 20، الاتنين في 4 ب8، وعندي صفر بنزله يبقى 80. هو خد الأربعة ضربها في الواحد ادتني 4، ده الضرب بنموذج المستطيل. ونشوف سؤال ثانية، أكمل ما يأتي. 7 كيلوغرامات من كيلوغرام لجرام بضرب في 1000، من كبير لصغير هضرب في 1000. 7 في 1000 بيديني 7000 جرام. سؤال رقم 9، عندي مسألة جمع. هجمع 5 و4 يديني 9، 4 و3 يديني 7، 2 و6 يديني 8، 1 و8 يديني 9. سؤال رقم 10، 50 مئة. طبعا عندي هنا المئة مع الخمسين، مع الخمسين متصالحة جدا مع الخمسين، يعني لما انقلهم اليمة التانية في طرف تاني لازم يكونوا برضو مع بعض. هشيل المية لكن هحط صفرها، ادي الخمسين، والمية كم صفر؟ المية صفرين، يبقى 5000. كده بفك المية بالصفار بتاعتها. سؤال رقم 11، نقط طن بيساوي 19,000 كيلو. عندي هنا بدأ بالعايز الكبير وجايب الصغير، من صغير لكبير عشان ارجع بقسم على 1000. هقسم على 1000 يعني هشيل الصفار، هقسم على 1000 يعني هحذف الثلاث اصفار بتوعي، يبقى لي 19. ليه؟ علشان انا عندي الطن ده حاجز له ثلاث اصفار وهو مكانه كده. عندي سؤال 12، اذا كان ايه زائد 710 بيساوي 920. عايز قيمه الايه. عندي المتغير في الاول، بعده جمع، تتقلب مساله طرح، واجيب اللي بره ناقص اللي جوه. هقول 920 ناقص 710، ابدا اطرح. 0 ناقص 0 0، 2 ناقص 1 1، 9 ناقص 7 هيديني 2، يبقى الناتج 210. سؤال رقم 13، حديقة مربعة الشكل، يعني بيتكلم عن مربع، ملناش دعوة بالحديقة. طول ضلعها 5 متر، عايز محيط المربع اللي هو محيط الحديقة. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، محيط المربع طول الضلع في 4. هاخد 5 متر اضربهم في 4، 4 في 5 ب20 متر. سؤال رقم 14، عندي هنا أقواس مستدير. طبعا بحل الأقواس الأول وبعد كده الضرب وبعد كده بجمع. 12 على 6، إلى أضربه في 6 يديني 12، إلى 2 في 6 زائد 3 في 5. بعد كده بضرب الأول وبعد كده بجمع. 3 في 5 ب15 زائد 2 يديني 17.
أرضية حجرة على شكل مربع، يعني بيتكلم عن مربع ملناش دعوة بالحجرة. مساحتها 25 متر. مساحتها يعني ايه؟ يعني ضرب رقمين في بعض ادوني 25 متر، ولازم يكونوا شكل بعض، لان مساحة المربع طول الضلع في نفسه يعني الرقم كان نفس الرقم اللي ضربته في خمسة. ايه اللي ضربته اداني 25؟ 5 × 5 يعني الخمسة ده ضلع، الخمسة ده ضلع. هو عايز ايه؟ فانه طول ضلع ده عايز الضلع، خلاص يبقى 5. تمام كده. نشوف الصفحة التانية. ثالثا اختر الإجابة الصحيحة. العنصر المحايد الجمعي اللي ما بيأثرش في عملية الجمع هو الصفر، لكن الضربي هو الواحد. الرقم الموجود في خيانة عشرات الألوف فين؟ خيانة عشرات الألوف تعال نعد: أحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الألوف اللي هي السبعة. الطول في العرض بيساوي، ده قانون ايه؟ مساحة المستطيل الطول في العرض. مساحة المستطيل الطول في العرض. محيط المربع طول الضلع فيه 4. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، دي ما خدناهاش. محيط المستطيل الطول زائد العرض فيه 2. تعال نشوف سؤال رقم 19. اي الاعداد التالية عدد اولي؟ الواحد عامل مشترك لكل الاعداد، اتكرر كتير قوي. طب ال11 ده عدد اولي لانه حصل ضرب الواحد في 11 لها عاملان اثنان فقط. طب ال15 3 × 5 و1 × 15 لها 4 عوامل، لا يبقى عدد اسمه متعدد العوامل. ال18 ال2 في 9 وال1 في 18 وال3 في 6 اكتر من عامل، يبقى بقول عليها متعددة العوامل، يبقى العدد الاولي هنا ال11. سؤال رقم 20. العدد 20 من مضاعفات العدد. يعني ايه العدد 20 من مضاعفات العدد؟ يعني لما يقول لي مضاعفات التلاتة زود 3 هتوصل ل20، زود 5 توصل ل20، زود 6 توصل ل20، زود 7 توصل ل20، ده مضاعفات. وعلشان اريحك لما يكون العدد عندي فيه صفر خد مضاعفاته 5. لو جيت تاخد مضاعفات الخمسة هتزود 5 تبقى 10، هتزود 5 تبقى 15، هتزود 5 تبقى 20، معانا ال20. لكن التلاتة تزود 3 تبقى 6، 3 تبقى 9، 3 تبقى 12. هنا هتزود 6 هتبقى 12، هتزود 6. ممكن تاخد جدول الستة، الواحد في 6، 2 في 6، 3 في 6 وجيب النواتج. شوف السؤال رقم 21. تقريب العدد 6598 لأقرب ألف فين خانة الألاف؟ أدي أحد عشرات مئات، أدي خانة الألاف اللي هي الستة. الخمسة من الأعداد اللي بتزود، أو الخمسة عدد من الأعداد اللي بتزود. طب هي مين الأعداد اللي بتزود؟ الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة، والأعداد اللي ما بتزودش الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة. الخمسة عدد غني، يزود الستة تبقى 7، أشيل الخمسة حط صفر، شيل التسعة حط صفر، شيل التمانية حط صفر. السؤال اللي بعده سؤال رقم 22. إذا كان 315 على 3 بيساوي 105 فإن المقسوم عليه، ده المقسوم مقسوم عليه خارج القسمة أو الناتج. ندخل على رابعا. أجب عن مئات. اشترى خالد 15 كتاب، فإذا كان ثمن الكتاب الواحد 40 جنيه، عايز المبلغ الكلي. هاخد 15 أضربها في 40. طبعا انا عندي هنا الصفر هنزله، الاربعة في 5 ب20، صفر ومعانا الاتنين، الاربعة في 1 ب4 واتنين يديني 6، يبقى المبلغ الذي دفعه خالد 600 ايه؟ جنيه. السؤال اللي بعده سؤال 24. اوجد العامل المشترك الاكبر، يعني عين ميم الف لل 15 وال 25. ادي ال 15 وادي ال 25، نوضح بالخطوات. ال15 دي 3 × 5، وال3 ده عدد اولي وال5 عدد اولي. طب ال25، 25 5 × 5، بنزل الارقام اللي تحت بعضها اللي شكل بعضها تحت بعضها. ايه اللي اتكرر فوق وتحت ال5؟ يبقى اقول له عين ميم الف بيساوي 5. سؤال رقم 25. سجادة مستطيلة الشكل طولها 6 امتار وعرضها 4 امتار، عايز محيط المستطيل. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، او ال زائد دبليو في 2. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. هنجمع 4 + 6، كل الكلام ده اضرب في 2. تعالى نجمع 4 و6 يديني 10، العشرة في 2 ب20، وده محيط يطلع بالمتر. السؤال اللي بعده اخر سؤال معنا في الامتحان، سؤال رقم 26. قامت ادارة مدرسة بتوزيع 624 تلميذ على 6 ادوار بالتساوي، فما عدد التلاميذ بكل دور؟ طبعا هناخد 624 على 6. تعالى نقسمها بقى بره. بسم الله،
ادي 624 على 6. 6 على 6 هتديني 1، الواحد في 6 ب6، شد الخط واطرح كده، 6 راحت، نزل العدد اللي قايل الدور اللي هو الاتنين. الاتنين دي مياش ناتج طرحي نازله من فوق، احجز لها بصفر لان هي اصغر من 6. ونزل العدد اللي قايل الدور اللي بعده 24 على 6، اللي اضربه في 6 يدينا 24، الاربعه في 6 ب24 كده اتصفرت. عايز تتاكد من ناتج القسمه بتاعك، خد ال 104 اضربه في 6، الأربعة في 6 ب24، أربعة ومعانا الاتنين، أربعة في 0 6 في 0 ب6 بصفر، ونزل الاتنين، الستة في 1 ب6 624. يبقى أنت كده إجابتك مظبوطة للتأكد فقط. يبقى عندي هنا 104، أقول له عدد التلاميذ بكل دور، عدد التلاميذ بكل دور 104 تلميذ. ونشوف الاختبار رقم 14 علشان يبقى معانا اختبار رقم 15 فقط. نبدأ في اختبار رقم 14، محافظة سوهاج صفحة 260 و261، يبقى معانا محافظة واحدة بس. ونبدأ اختر الإجابة الصحيحة. إذا كان 610 بيساوي 60، فإن المقسوم عليه ده المقسوم وده المقسوم عليه اللي هو العشرة، وده ناتج القسمة أو خارج القسمة. أي من ما يأتي يمثل عدد أولي؟ العدد الأولي له عاملان اثنين فقط، العشرة دي 2 × 5 ب10 والواحد في 10 ب10، أربع عوامل يبقى متعددة العوامل. الخمستاشر 1 × 15 والتلاتة في 5، أربع عوامل يبقى متعددة العوامل. التسعتاشر 1 × 19، ما عنديش حاجة تانية تدينا 19 يبقى 19. طب الواحد وعشرين 3 × 7 و1 × 21، متعددة العوامل. ونشوف السؤال رقم 3، مستطيل طوله L وعرضه W، فإنه يمكن حساب محيطه B باستخدام القانون. محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، محيط المستطيل الطول زائد العرض ده بضرب في 2، فين عندي هنا؟ ادي الطول زائد العرض في 2. العدد 20 يساوي 5 أضعاف العدد نقط. أدي العدد 20، كلمة يساوي بالحساب 5 والأضعاف يعني في العدد نقط، اللي أضربه في 5 يديني 20، الأربعة في 5 بيديني 20. والسؤال اللي بعده رقم 5، الرقم الموجود في مئات الألوف. تعال نشوف الرقم اللي في خانة مئات الألوف. أدي أحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الألوف، مئات الألوف اللي هو 9. سؤال رقم 6، 5 كيلو مترات و45 متر فيهم كم متر؟ عايز احول كله المتر، من كيلو متر المتر بضرب في 1000، الخمسة في 1000 ب5000 زائد 45، واجمع 5 و0 نفسها، 4 و0 نفسها، ادي الصفر وادي الخمسة، يبقى 5045. سؤال رقم 7، النموذج المقابل يوضح حاصل ضرب 36 × 7، فإن قيمة المجهول في النموذج. هو بياخد هنا في مساحة المستطيل 7 × 30، 3 × 7 ب21، ونزل الصفر، بياخد 7 أضربها في 6، 6 × 7 ب42، يبقى الاختيار رقم ج. سؤال ثانيا، العنصر المحايد الجمعي اللي هو مبيأثرش في عملية الجمع اللي هو الصفر، لكن الضرب اللي هو الواحد. مسألة طرح، نبدأ نطرح. 7 ناقص 6 هتديني 1، 1 ناقص 1 هيديني 0، 6 ناقص 7 ما ينفعش، بقت 6 16، والاتنين بقت 1، 16 ناقص 7 هيديني 9، 1 ناقص 1 0، يبقى 901. سؤال رقم 10، 9000 جرام لكيلو، من صغير لكبير بقسم، من صغير لكبير بقسم، بقسم على ايه؟ بقسم على 1000، هقسم على 1000، اشيل التلات اصفار مع التلات اصفار يتبقى لي 9. سؤال 11، عندي قسمه، عندي قوس مستدير، عندي طرح. طبعا بحل القوس المستدير الاول، هحل القوس المستدير الاول، 4 ناقص 1 هيديني 3، بقت 24 على 3 ناقص 2. اقسم ولا اطرح؟ اقسم، 24 على 3 هتديني 8، 8 هنقص منهم 2 هيدوني 6. سؤال رقم 12، في المعادلة ب ناقص 1250 بيساوي 3000، المتغير جاي في الأول بعده طرح، اقلبها مسألة جمع واجمع الرقمين مع بعض. 0 و0 هو 0، 0 و5 هي 5، 0 و2 هي 2، 3 و1 يديني 4، يبقى 4250. ونشوف السؤال رقم 13، مستطيل طوله 7 وعرضه 4، عايز مساحة المستطيل الطول في العرض. مساحة المستطيل اللي في دبليو 4 × 7 = 28، وعلشان دي مساحة بحط لها تربيع. سؤال رقم 14، مربع طول ضلعه 5 أمتار، عايز محيط المربع، محيط المربع طول الضلع في 4، محيط المربع طول الضلع في 4، الـ 4 × 5 = 20 متر، وطبعا ده محيط ما بيحطش تربيع.
سؤال رقم 15، في النموذج الشريطي المقابل 2 لتر زائد 40 ملي لتر بيساوي الناتج بالملي لتر. طبعا عندي ده جزء وده جزء، علشان اجيب الناتج اللي فوق بيديني الكل، بجمع الاتنين مع بعض، وعلشان اجمع لازم الوحدتين يبقوا شكل بعض، ده لتر وده ملي، هحول من لتر الملي من كبير لصغير بضرب في 1000، هتبقى الاتنين في 1000 ب2000 واجمع عليهم الا 40. صفر مع الصفر هو الصفر، صفر مع الأربعة هي الأربعة، صفر ما فيش عدد هو الصفر، اتنين ما فيش عدد هي الاتنين، يبقى 4040. ونشوف السؤال رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة. عندي هنا 24 في 15 بيساوي 15 في 24، بتساوي خاصية ايه؟ عمل ايه عندي العلامة يساوي؟ هنا 15 هنا 15، 24 24، بيبدل. العدد 10,175,314 يكتب بالصيغة القياسية. 10 مليون على اليسار اكتب 10 مليون، قبل خانة الملايين خانة الالف 3 ارقام، خانة الاحاد والعشرات والمئات 3 ارقام. الالف كاملة نزلها زي ما هي، ادي كده خانة الالاف معايا. طب خانة الاحاد والعشرات موجودة كاملة؟ عندي 3 ارقام، يبقى ما عنديش خانة ناقصة احط مكانها اصفار ولا حاجة، يبقى دي 10,175,314. ونشوف السؤال رقم 18، 357 على 3. تعالى نقسم، بسم الله، ادي 3 5 7 على 3، 3 على 3 هتديني 1، الواحد في 3 ب3، كده ال3 خلص. نزل الخمسة، 5 على 3، لو خدت الاتنين في 3 ب6 فانا هاخد الواحد في 3 ب3 وهيديني 3، اتبقى معايا كام؟ 2. نزل العدد اللي عليه الدور اللي هو 7، 27 على 3 اللي اضربه في 3 يديني 27، ال3 في 9 يبقى عندي 119. سؤال رقم 19، قيمة الرقم 5 في العدد، الخمسة قيمتها بكام؟ ادي 10 مئات الاف، 5 في خانة الالاف ب5000. عند تقريب العدد 4990 الى اقرب مئة، فين خانة المئات؟ ادي خانة المئات 11 مئات، التسعة تزود 5 6 7 8 9 من الاعداد الغنية اللي بتزود، هتزود ايه؟ هتزود 1، ادي الصفر زي ما هو، هشيل التسعة احط مكانها صفر، التسعة التانية هتزيد هتبقى 10، وما ينفعش اكتب العشرة على بعضها، بكتب صفر ومعايا الواحد على اللي جنبه، تبقى الاربعه دي 5، يبقى الناتج معايا 5000 اختيار رقم د. سؤال رقم 21، اي العبارات التاليه تحدد العلاقه بين العدد 7 و49 بشكل صحيح؟ التسعة واربعين دي 7 في 7، يعني السبعة دي من مضاعفات التسعة واربعين وعامل من عوامل التسعة واربعين، نختار اي حاجة من دول. العدد 7 من مضاعفات العدد 49، لا العدد 7 قصدي من عامل من عوامل التسعة واربعين، لان التسعة واربعين 7 في 7، يبقى السبعة دي عامل من عوامل التسعة واربعين. بسم الله، العدد اهو عندي هنا العدد 7 عامل من عوامل التسعة واربعين. شوف السؤال اللي بعده، 5 دقائق و10 ثواني عايز يحول لسنة، من دقيقة لثانية بضرب في 60، أنا عندي 5 دقايق هضرب في 60 وأجمع عليهم العشر، الخمسة في 6 ب30، أدي الصفر هنزله الأول، 5 في 6 ب30 يبقى 300، وأجمع عليهم العشرة يبقى 300 زائد 10، تبقى 310. رابعا أجب عما يأتي، احسب مساحة الشكل. طبعا عشان أجيب مساحة الشكل هنقطعه لجزئين، هقطع الشكل لجزئين اقسمه بالنص، بمعنى اصح ممكن نقسمه كده وممكن نقسمه كده. تعال نشوف عندنا ايه المتاح بالنسبة لنا نقدر نقسمه، تعال نقسمه كده، ده مستطيل اهو، ده طول وده عرض، اجيب مساحة هو عايز ايه؟ عايز مساحة والطول في العرض، الاربعة في واحد باربعة يبقى مساحة ده كده ب4 سنتي، ده اول واحد. اجيب بقى مساحة التاني، ده كده 5، لكن ده كلها كانت 8 والجزء لحد هنا كده كان 4، يعني الجزء ده ب4، هنا الاربعة في 5 هتديني 20، يبقى ده مساحتها كده 20، اجمع ال20 مع الاربعة هتديني 24، يبقى عملنا ايه؟ خدنا الطول في العرض، مساحة الشكل الاولاني، وده مساحة الشكل التاني، مساحة الشكل الاولاني خدنا الطول في العرض الواحد في 4، وهجمع عليهم مساحة الشكل التاني الايه؟ الاربعة في 5. طبعا احنا كتبنا 4 في 5، 1 في 4، احنا بنقول الطول في العرض، يعني المفروض تكتب 4 في 1 و5 في 4، يعني ماشي وببدله، هتديني 24. طبعا عندي دي مساحة تطلع بالتربيع، ده سنتي يبقى سنتي متر مربع.
ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال 24، اشترى محمد لابتوب بمبلغ 7250 وهاتف محمول بمبلغ 4750 وكان معاه 15000 عايز الباقي. طبعا هجمع الرقمين اللي معايا اللي هو صرفهم وبعد كده اطرح. ادي 7 علامة 2 5 زائد 7 4 7 5 0، بعد كده الجمع ده كله اطرح منه الناتج. تعالى نجمع بقى الاول. بسم الله، ادي 0 و0، 5 و5 10، 8 و2 10، ومعنا الواحد 5 و7 12، بقى 12000. هاخد بقى 12000 اطرح منهم الايه، 15000. 15000 ناقص 12000، هنزل التلات اصفار زي ما هو، وخمستاشر وخمسة ناقص اتنين هتديني تلاتة، واحد ناقص تلاتة صفر على الشمال ملوش قيمة، يبقى المتبقي 3000 جنيه. السؤال اللي بعده سؤال 25، اكتب عوامل العدد 24. يعني ايه عوامل العدد؟ يعني ايه في ايه بدينا 24 اعداد اولية واعداد غير اولية. هاخد الواحد في 24 ده اول واحدة، اخد الاتنين في 12 ب24، اخد التلاتة في 8 ب24، اخد الاربعة في 6 ب24. معدش حاجة كده، خلاص تاني. اخر سؤال معنا في الامتحان، اوجد ناتج 74 في 30. هنزل الصفر زي ما هو ونضرب التلاتة في 74. تلاتة في 4 ب12 ومعنا الواحد، التلاتة في 7 ب21 وواحد 22، يبقى عندي 2220 ده الناتج. كده احنا خلصنا محافظة رقم 14. هنكمل اخر محافظة معانا علشان نبقى كده الحمد لله خلصنا كل اسئلة كتاب الصف الرابع من كتاب الاضواء بالاختبارات. بعد كده ان شاء الله هنحل اختبارات سلاح التلميذ كاملة من الفيديو القادم. هناخد محافظة الاقصر اخر محافظة. اختر الاجابة الصحيحة اي من ما ياتي يمثل عدد اولي. عدد اولي يعني له عاملان اثنان فقط، الاتناشر، الواحد في اتناشر، تلاتة في اربعة باتناشر، الاتنين في ستة باتناشر، ده لها اكتر من عامل بقول عليها متعددة العوامل. الواحد وعشرين، تلاتة في سبعة، الواحد في واحد وعشرين، متعددة العوامل. السبعتاشر، الواحد في سبعتاشر، ما عنديش غير حاجة واحدة بس لها عاملين اثنان فقط، يبقى هي عدد اول. الخمسة وعشرين، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، والواحد في خمسة وعشرين، لها اكتر من عامل بقول عليها متعددة العوامل، يبقى العدد الاولي الوحيد اللي عندي السبعتاشر. سؤال رقم 2، اذا كان 500 على 10 بيساوي 50 فان المقسوم عليه، مقسوم المقسوم عليه ال 10. مستطيل طوله ال وعرضه دبليو، فان مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحه المستطيل الطول في العرض ال في دبليو. سؤال رقم 4، النموذج المقابل يوضح ضرب 32 في 6 فان قيمه المجهول في المتغير. عندي هنا نموذج المستطيل، ادي 6 و 32 قسمها لي 2 زائد 30، ضرب الستة في التلاتين ادتني 180، باخد الستة اضربها في الاتنين، الاتنين في ستة ب12، يبقى ده قيمة المجهول اللي عندي. سؤال 5، 12 في 14 بتساوي 14 في 12. هنا مسألة ابدال، ليه؟ علشان عندي يساوي، هنا الرقم نفس الرقم، 12 نفس ال12، يبقى خاصية الابدال. سؤال رقم 6، قيمة الرقم 7 في العدد، السبعة ده بكام؟ ادي 10 مئات الاف، السبعة في خانة الالاف ب7000. سؤال رقم 7، دقيقة و10 ثواني، عايز احول من دقيقة لثانية، الدقيقة فيها 60 ثانية وهجمع عليها ال10 ثواني يديني 70 ثانية. سؤال ثانيا، اكمل العنصر المحايد الضربي اللي ما بيأثرش فيه عملية الضرب الواحد لكن الجمع اللي هو الصفر. مسألة جمع، 5 و2 هيديني 7، 2 و4 يديني 6، 3 و4 يديني 7. من كيلو جرام لجرام، من صغير لكبير بقسم على 1000، من صغير لكبير بقسم يعني بشيل الاصفار مع الاصفار يتبقى لي 7. عندي قوس مستدير وقسمة، احل القوس المستدير الاول، 7 ناقص 1 هيديني 6، بقت 24 على 6، اللي اضربه في 6 يديني 24، الاربعة في 6 12. مستطيل طوله 5 وعرضه 3، مساحة المستطيل الطول في العرض، التلاتة في 5 ب15 سنتيمتر مربع لان دي مساحة. 2 لتر و400 ملي، اللتر الملي بضرب في 1000، الاتنين في 1000 ب2000 زائد 400. هجمع 0 0 0 0 0 0، 4 و0 4، 2 مفيش عدد هي الاتنين. سؤال 14، في المعادلة ب زائد 200 بيساوي 300 فإن البي بتساوي،
هنا المتغير في الاول بعده جمع تتقلب طرح، واجيب اللي بره ناقص اللي جوه، اقول له 300 ناقص ال 200، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 3 ناقص 2 تديني 1، يبقى الناتج معايا 100. سؤال رقم 15، مربع طول ضلعه 6 سم، عايز محيط المربع. محيط المربع طول الضلع في 4، محيط المربع طول الضلع في 4، 4 في 6 ب 24 سم. ونشوف سؤال ثالثا، بسم الله. العدد 12 بيساوي 3 اضعاف العدد نقط. العدد 12 بيساوي 3 اضعاف العدد نقط. ادي 12 وادي يساوي 3 اضعاف، يعني 3 في ايه ادتني 12، 3 في 4. الرقم الموجود في مئات الالوف، تعال نشوف، ادي احاد، عشرات، مئات، الاف، عشرات الالوف، مئات الالوف. الرقم الموجود 9. 6 كيلو متر و 300 متر، من كيلو متر المتر بضرب في 1000، 6 في 1000 ب 6000 زائد 300، 0 0 0 0 0، 3 6 يبقى 6300 متر. العدد 12 مليون و 314520، عايزه بالصيغه القياسيه. ادي 12 مليون، قبل المليون خانه الالف 3 ارقام، عندي 3 ارقام كامله مفيش اصفار ولا حاجه، عندي قبل خانه الالاف الاحاد والعشرات والمئات، ودي كامله برضو انقلها زي ما هي بس هنا على اليسار. سؤال رقم 20، مساله اسمه، هنقسم 3 على 3 هتديني 1، 9 على 3 هتديني 3، 3 على 3 هتديني 1. عايز تتأكد من مسألة القسمة، 3 في 3 هتضرب بقى الرقم ده في ده يديك ده، الواحد في 3 ب 3، 3 في 3 ب 9، الواحد في 3 ب 3، يبقى 131. سؤال رقم 21، عند تقريب العدد 546 لأقرب 10، فين خانة العشرات؟ أدي أحد عشرات، الأربعة، الستة تزود الأربعة، أشيل الستة وأحط صفر، والأربعة تبقى 5، ويدي الخمسة يبقى 550. السؤال اللي بعده، أي العبارات الآتية تحدد العلاقة بين الخمسة والخمسة وعشرين؟ الخمسة عامل من عوامل 25، للخمسة وعشرين بقى فكها 5 في 5، يبقى الخمسة ده عامل من عوامل 25. طب لو عايز اتكلم عن المضاعف اقول 25 مضاعف للخمسة، يبقى الخمسة عامل من عوامل 25. سؤال رابعا، احسب محيط الشكل، ده محيط مستطيل، الطول زائد العرض في 2، ال زائد دبليو اضرب في 2. محيط المستطيل ادي الطول 5 زائد العرض 2، كل الكلام ده اضرب في 2، 2 زائد 5 7، ال 2 في 7 ب 14، وده محيط يطلع بالسنتيمتر. سؤال 24، اشترى احمد جهاز كمبيوتر بمبلغ 6250 جنيه وشاشة تلفزيون بمبلغ 3750 جنيه، كم جنيه يدفعه احمد؟ هو اشترى كمبيوتر، ادي الكمبيوتر، وشاشة تلفزيون ب 3750، مش عارفه هي موجوده فين دي، فكم دفع احمد؟ هجمع ال 6250 زائد 3750، 0 0 0، 5 و 5 10، 0 معانا ال 1، 1 على 7 8، 8 و 2 10، 0 معانا ال 1، 1 على 3 4، 4 و 6 10، يبقى 10000 جنيه. اكتب عوامل العدد 12، عوامل العدد يعني حاصل ضرب ال 12، ادي الواحد في 12، الاثنين في 6 ب 12، التلاتة في 4 ب 12، معنديش حاجة تانية تديني 12. اوجد ناتج الضرب، اخر مسألة معانا في جميع الاختبارات، هنزل الصفر زي ما هو، والاتنين في 2 ب 4، والاتنين في 5 ب 10، يبقى 1040، ده ناتج الضرب. والحمد لله احنا كده خلصنا الكتاب كله، ان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ فيه اختبارات سلاح التلميذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.